بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ. نظرا للفترة الأويصر التي تعيشها بلادنا المتمثلة في انتشار وباء فيروس كورونا والتزامنا بتطبيق قرار الدولة المتمثل في الحجر الصحي والذي يعتبر إجراء وقائي ونكررها المرة الثانية إجراء وقائي، ولهذا أنصح أعزائي التلاميذ بأن يلتزموا بيوتهم ثم التزموا بيوتهم. عندما تلتزم بيتك تحمي نفسك وتحمي الآخرين، وهذا بفضل هذا إن شاء الله نقدر نقضوا على هذا الوباء. ولهذا ارتأت المدرسة الخاصة ألتا سكول بالتواصل مع تلاميذها، وفي هذه الفترة بالذات لازمنا نمارس الرياضة لما لها من فوائد صحية، وهي للجميع للتلاميذ والآباء لما لها من فوائد صحية كتقوية الجهاز المناعي بالدرجة الأولى فيما فيها الفترة، وتقوية العضلات وتنشيط الجسم والحفاظ على الرشاقة وحرق الدهون، ولها فائدة في الجانب النفسي وهو التقليل من الضغط والتوتر. والسلام عليكم وبالتوفيق مع تلاميذي الأعزاء. بسم الله ونبدأ الحصة، وهي الهدف من الحصة تاع اليوم هو ترشيد الدورة الدموية. نبدأ على بركة الله. بسم الله. جري خفيف في مكان في مكاني يكون الجذع قائم مع حركة اليدين، نتنفس مليح ما ننساش نتنفس مليح. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، زيد في الإيقاع. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نتوقف في مكان. دائما حركة تكون بهذا الشكل، نعيد الحركة الأولى جري خفيف دائما في مكانك مع حركة اليدين والجذع يكون قائم، العضلات مسترخية، ميسك ديكونتراكتي، ما نكونش كريسبي سي غادي نخدم ولا اقتراح. زيد في الإيقاع مع حركة اليدين، نقص الإيقاع ثم نعاود نكرر نفس الشيء. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نعاود ندوي جديد إيقاع بطيء دائما، وهذا لتنشيط الدورة الدموية. ونزيد في نبضة القلب بالتدريج. وهذه تمارين سهلة في تناول الجميع، ويقدر حتى الآباء يساندوا أبنائهم ويمارسوا معهم هذا لقاء جو تنفسي. زيد في الإيقاع زيد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 13 17 18 19 20. عاود نرجع استرجع، نفس مليح استرجع. وهذا التمارين خلي التلميذ يخرج الطاقة من الجسم الداخلي اللي عنده وحرق الدهون.
والتقليل من التوتر اللي عندي حاجه من الجرائم في الجزء الصحي اللي ترها هو حل وقائي. انتقل التمرين الموالي هو نفتح الرجل مع الرجل مردودة واليدين على معدتك، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عاود نرجع نفس مليح نفس مليح. من فائدة هذا التمرين تنشيط الدورة الدموية، ويكون هناك مطلب من التلاميذ يكون هناك تناسق بين الأيدي والأطراف السفلية اللي هي الأرجل. نعاودها مرة ثانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نرجع نفس مليح، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. كرر التمرين، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. يبقى في مكاني، في مكاني دائما جاب في مكاني بإيقاع خفيف حتى نسترجع القوة تاعنا مع حركة اليدين بهذا الشكل. الجذع يكون قائم، الآن نغير الحركة نفس المبدأ، فتح الرجلين لكن اتجاه الأيدي يتغير يكون نحو الأمام بهذا الشكل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. استمروا في مكاني، في مكاني نفس مليح دائما تكون طريقة سلمية وسليمة. طريقة التمارين من ماذا بين قبل التلاميذ الأعزاء أن يمارسوها بطريقة صحيحة وسليمة. بذلك نقضي على روتين يومي تاع إجراء الحج الصحي اللي هو حج هو اللي هو وقار إجراء وقار. نبدأ واحد اثنان الأيدي مبدولة، أربعة خمسة تكون نحو الأمام، سبعة ثمانية تسعة عشرة ارتفاع. جاب في مكاني، جاب في مكاني نفس مليح. وهذا يساعد على حق الدهون كذلك، وهذا التمارين اللي نستطيع نديرها يوميا باش ما نزيدش في الوزن جراء عدم الخروج. مرة ثالثة، واحد نفس التمرين، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أحسن نفس مليح بإيقاع خفيف، بإيقاع نفسي. الآن انتقل إلى الحركة الموالية أو التمرين الموالي وهو القفز بالسيزو المقصر. كيف تكون؟ عندما تكون هذه الرجل اليسرى في الأمام قبلها اليد اليمنى بهذا الشكل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عاود نرجع نرجع، وهنا ناخذ نفس العميق نفس مليح نفس مليح نفس مليح.
عدوها مرة ثانية، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أحسنتم. نعود نرجع للثاني. هذه هنا المرحلة هنا نسترجع، نسترجع للقيد والتالي. دائما بعمل يدي، ركز على عمل يدي. نعيد نفس الحركة مرة ثانية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أحسن. الآن نفس مليح، نفس مليح. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عاود نعيد التمرين. نبدأ نطلع ببطء في مكاني، في مكاني. واحد، اثنان، ثلاثة، ويكون على المقدمة، مقدمة أصابع بهذا الشكل. عملية الصعود لا انا هو الفصل اللي قبل انا تكون طريقة متدرجة. تبدا واحد، اثنان، ثلاثة، وهذا الشكل يكون بهذا الشكل. اليدين يكونوا بهذا الشكل. عندنا هنا تسعة، عشرة. نرجع للبداية. هو ضيق كده. نرجع له ضيق كده. نفس مليح. نفس مليح. نفس مليح. نزيد في الايقاع. نطلع نطلع. نصعد 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 نصعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين. هلا تكون بهالطريقة. الايقاع يكون خفيف حتى نسترجع القوة تاعنا. الآن ننتقل لحركة أخرى أو تمرين آخر. يكون الجد قاعد بهذه الطريقة. اليدين هنا. لما نطلع رجلي، نطلع يدي. واحد، اثنان. واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان. نديرها خمس تكرار، عشر تكرار. واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان. ننتقل لنفس الشيء بالنسبة للرجل اليسرى. واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان. بهالطريقة. واحد، اثنان. هناك تناسق بين الرجل واليد. تناسق بين الأطراف العلوية والأطراف السفلية. أحسنتم. جاي خفيف. نعود المرحلة من الجهة الأخرى. هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نفس الشيء بالنسبة للرجل اليسرى. واحد، اثنان، رفع الركبة إلى الأعلى، اليدين ممدودتين إلى الأعلى، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. تنفس مليح، ركز على التنفس. نعود نفس التمرين. لهذه الوضعية الجذع يكون قائم، الرأس مرفوع للأمام، على واحد، اثنان،
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ننتقل إلى الرجل اليسرى، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. حسب هنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. دروك غادي نديروها عن طريق الحركة دي. كنا في مكان ثابت، دروك عن طريق القفز، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة تسعة. ما ننساش اليدين، عمل اليدين. المرحلة الثانية نعاودوها تكرار ثاني، تكون عن طريق القفز، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. بهذه الطريقة يدي المدتين الأعلى، رفع الركبة إلى الأعلى حتى تصل تتعدى القفز. ننتقل إلى التمرين الموالي أو الحركة الموالية، وهي لتقديم القفز وتقديم الرجل، مرة الرجل اليمنى ومرة الرجل اليسرى بهذه الكيفية. واحد، نعود نجرب، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أحسن. التمرين بهذه الكيفية كذلك، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، واحد اثنان أربعة خمسة سبعة تسعة عشرة. قم بثلاث تكرارات، نبدأ، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. رولاشي، اتقاق، نفس مليح، هنا توقف، نفس مليح، عاوني نرجع للوضعية السابقة. الآن غادي نديرو الحركة الأولى اللي درناها حتى فتح اليدين معها الحركة منخلق ثنائي، حركتين متلو مع بعضهم. نبدأ بهذه، غادي نديرها لكم، هي سهلة تحتاج إلى تركيز. واحد أو اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نفس مليح، نفس مليح، نفس مليح، نفس مليح في مكان جد خفيف، إيقاع خفيف جدا.
نفس مليح، ناخذ نفس عميق. نبدا، واحد اثنان ثلاثة واحد أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نفس كلمة هذه، نفس مليح، نفس مليح، نفس. وقف، ناخذ النفس، نفس مليح، الآن ننتقل إلى القفز على الجوانب، يكون دائما بالأرجل مستقيمة، اليدين بهذا الوضع، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. تعالوا نرجع لهنا. نعيد التمرين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. تحس بأن هناك نشاط وحيوية وحق للدخول وتنشيط في الدورة الدموية. نعيد التمرين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. الآن بالطريقة، بالطريقة في مكاني. الآن غادي نديرو الأمام إلى الوراء بنفس الكيفية. كنا نديرو على الجانب اليمني والجانب الأيسر. الآن أمام وراء، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أحسنتم. راني نتخيل بلي راني مع التلاميذ تاعي. بدل ونتمنى لكم التوفيق في مشواركم الدراسي. نعاودوها مرة ثانية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. أحسن. هذه الطريقة تكون نفس مليح. نعيد التمرين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، وليتكم دائما خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نفس مليح، نعاود نرجع. نفس مليح. الآن غادي نديرو الوضعيات الأربعة في نفس الوقت. نقسم المساحة تاعي إلى أربعة أشهر، في الوسط يكون صفر، وهذه تسمى بعلم زائد، علم زائد. في الوسط صفر، واحد، اثنان الوراء، ثلاثة على اليمين، وأربعة على اليسار. نقسمها إلى أربع مناطق. نبدأ صفر، واحد، صفر، اثنان، صفر، ثلاثة، صفر، أربعة. 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 هي الكبيرين بهذا الشكل، بهذا الشكل. نسترجع القوة تاعي. نفس مليح، نفس مليح.
بهذه الهيئه وبهذه الوضعيه العمل الرياضي يكون بهذا الشكل. ثم نبدا نفس الشيء 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 2 0 4
بعد هذه الحركة أو التمرين ننتقل إلى حركة أخرى وهي اللي نسميها بالرفع الركبة إلى الأعلى وتكون هنا هناك تناسق بين الأرجل والأيدي بهذا الشكل واحد اثنان تكون مستقيم عمودي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نعاود نرجع للمكان هذا التمرين واحد اثنان هذا الشكل ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حسنا نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حسنا وهنا ما يمكن ننتهي بالحركة دائما نقوم بعمل التنفس حتى نسترخي والآن نفس الشيء الحركة الأخيرة هذه عفوا هذه كانت ما قبل الأخيرة هذه الحركة الأخيرة نفس اللي درناه الأول كنا نديرو هذا هذا واحد اثنان ثلاثة هذه نديروها بالقصر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة في مكانه اللي كان يتقدم الرجل اليمنى هي كانت في الأول ضرب من دبر الرجل اليسرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة في مكاني في مكاني في مكاني أو نفس الشيء دائما بالرجل اليمنى بذات كيفية واحد اثنان هجد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تسبح ثم نروح رجل أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نفس مليح نفس نرجع لهذه الوضعية هذه الحركة بس نشتري على الكيو تاعنا نعيد الحركة نفس الحركة أو التمرين دائما نبدأ بالرجل اليمنى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ننتقل إلى الرجل اليسرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وأخيرا أعزائي التلاميذ نتمنى لكم التوفيق في مشواركم الدراسي
وكذلك نتمنى هذه الحصة الرياضية نالت إعجابكم وإعجاب الأولياء، وهذه نهدوها للجميع ليقدر أي واحد يمارس هذه التمارين اللي هي نافعة وصحية وعندها فوائد إيجابية عندها على الجانب العضلي أو الجانب النفسي. والسلام عليكم، وإن شاء الله ربي أخيرا يرفع علينا هذا الوباء، وشكرا.